السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إمام القناة عالم إيمان تنظيم والوصفات. رجعت لكم البنات اليوم فيديو جديد، نتمنى أنها تعجبكم وتاخذوا منها أفكار، وغتكون عبارة عن بعض الأشياء اللي قمت بها هذا المساء، حبيت نشاركها معكم كيف ما العادة. فاليوم هو يوم الجمعة، رجعت بالعمل، كانوا أطفالي وزوجي رجعوا قبل مني، خداو وجبة الكوتي من بعد خرجوا يلعبوا بالفيلو، وأنا الآن غنحضر واحد الوجبة اللي هكذا سريعة، فقط واحد المسمنة اللي خرجتها من المجمد مع الحليب بالكابوتشينو. وغير الإشارة البنات، ملي كتاخذوا هكا واحد المسمن اللي تيكون ديجا واجد عندنا كنربحوا الوقت بزاف، وصراحة ملي كترجع من برا وتيكون البرد كتبغي تاكل شي حاجة سخونة وتكون هكذا واجدة، فكنصحكم ملي يكون عندكم الوقت حضروا واحد الكميات اللي تنفعكم طيلة الأسبوع. وأنا كنوجه هذا الكلام للبنات أو للسيدات العاملات اللي صراحة ما تيكونش عندنا الوقت نهائيا. فكيف ما قلت لكم، أنا ملي رجعت لقيت المسمن في الفريقو بحال ما عرفت شنو لقيت، يعني ما غاديش نوقف وعاد نبدا نوجد الكوتي من أول وجديد. غنكمل الآن هذا الشيء اللي في يدي ونرجع لكم من بعد. بالنسبه للاخوات اللي عندهم نفس الاله ديال القهوه بحال اللي عندي اللي هي نسبريسو، كنت شاركت معكم عده مرات يعني لي كابسول اللي كنستعمل. دي فوا كنستعمل نسبريسو الاصليه، بعض المرات كنستعمل دي مارك اللي كيكونوا حتى هما زوينين وقرب. فاليوم بغيت نشارك معكم هاد القهوه ديال كافي رويال اللي صراحه هي رائعه وفيها واحد المذاق زوين بزاف، وكاين عده دوزات، يعني كاين اللي خفيف، كاين اللي ثقيل، كاين اللي هكذا مجهده، على حسب نتوما الاختيار ديالكم والنوع ديال القهوه اللي كتبغيو. يمكن لكم تلقاوهم في مرجان اولا في كارفور اولا في درب غلف، هذوك المحلات اللي كيبيعوا داكشي ديال الشمال حتى هما كيجيبوا القهوه وتيبيعوها بواحد الاثمنه اللي كتكون منخفضه على مرجان، بحال نسبريسو الاصليه اللي كنت وريتكم هذاك المره، فكنت خديتها ب 55 درهم من درب غلف، وكنت كناخذها ب 80 درهم اولا 75 درهم من مرجان، يعني كاين واحد لا ديفيرونس اللي لا باس بها. اما بالنسبه لهاد الحامله ديال لي كابسول كتسولوني عليها بزاف، فكنت خديتها من بيم ب 60 درهم. في هذا الوقت البنات الاطفال رجعوا من برا، فهنايا كنت وعدتهم في الاسبوع انهم غيحضروا معايا الكيك اولا يدخلوا معايا للمطبخ يوم الجمعه في المساء، لان غدا ما كتكونش المدرسه وكتكون هكا عطله في السبت والاحد. فقلت لهم غادي تعاونوني، والاطفال كيبغوا بزاف انهم تعطيهم واحد الاهميه وتوري لهم بانهم حتى هما كيعرفوا يديروا الاشياء وحتى هما قادرين انهم يعاونونا، فقررت انني نخليهم يقدوا الكيك نتاعهم كيف ما بغاو. حضرت لهم المقادير، واخا كاينه الروينه في الصراحه ولكن ما فيها باس، واحد الوقيت غتكون في الروينه ولكن الاطفال غيفرحوا بزاف وغنقضوا معاهم واحد الوقيته زوينه بزاف. فكنصحكم انكم مره تخليوا اطفالكم يعاونوكم واخا غير باشياء بسيطه. وشيء اخر البنات اللي مهم بزاف هو انه الا وعدتوا اطفالكم بشي حاجه ضروري انكم تطبقوها، لان الاطفال تبارك الله عليهم تيعقلوا بزاف. فانا مثلا كنت وعدتهم يوم الاثنين، كنعقل نهار الاثنين كانوا غادي للمدرسه، وقلت لهم نهار الجمعه في العشيه الا بقيتوا يعني بعقلكم ما درتوش لي بيتيز راكم غادي تعاونوني في المطبخ. فتبارك الله اليوم في الصباح
ملي كانوا غادي للمدرسه ابني الاكبر قال لي ماما اليوم في العشيه غنصايبوا الكيك، يعني تبارك الله تيعقلوا بزاف. فدائما نحاولوا اننا الا عطيناهم واحد الوعد يكون واحد الوعد اللي غنقدروا نطبقوه، لان الاطفال تبارك الله تيعقلوا على كل شيء. اما بالنسبه لهذا الكيك اللي كيحضروا فهو واحد الكيك اللي كنت حضرته معكم عده مرات، الكيك اليومي العادي. غادي تستعملوا فيه جوج ديال البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت النباتيه، ثلاثه تاع الكؤوس ديال العنبه من الدقيق الابيض، وجوج خميره كيماويه. ونسيت كذلك واحد الساشي ديال الفانيليا في الاول اللي كنطربوه مع البيض. غنضيفوا كذلك القليل من الشوكولاته السوداء اللي غنقطعوها الى قطع صغيره وغنضيفوها للكيك ديالنا. يمكن لكم تستغناو عليها وتحضروا هكا واحد الكيك طبيعي عادي، اولا يمكن لكم تستعملوا واحد الساشي ديال الكاكاو وتقسموا الكيك الى اثنين، واحد النصف ديروا فيه الشوكولاته والنصف الاخر تخليوه ناتور وتخلطوهم من بعد بجوج باش تحصلوا على واحد الكيك مغربي، ولكن تيبقى لكم الاختيار بالنسبه للتزيين. هنا الان غادي نضيفوا الشوكولاته، غادي نقطعها كاي قطع صغيره ومن بعد غادي نوضعوها مع الخليط، والاطفال نص كياكلوه ديال الشوكولاته ونص كيوضعوه في الانيه. المهم غادي نبقاو مستمرين حتى نكملوا هذه الكميه اللي عندنا. بالنسبه للفرن البنات فانا سخنته تقريبا واحد 5 دقائق قبل ما نحضر الكيك على درجه الحراره 180، وغادي نخليوه في الفرن لمده 30 دقيقه حتى 35 دقيقه على الاقل. هذا هو القوام ديال العجين اللي كنحصل عليه، ما تيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش خفيف في نفس الوقت. الان غادي نحضر واحد المول اللي غيمشي للفرن، ولكن قبل غادي نحيد شويه هاد الروينه اللي كتبقى هنا. كيف ما كتلاحظوا يعني الاطفال معاهم المتعه ولكن في نفس الوقت كتكون شويه ديال الروينه. غنجمع شويه نقص عليا عاد نرجع لكم من بعد. هذا هو الشكل ديال الكيك اللي حضروا الاطفال من بعد ما مرات تقريبا 35 دقيقه. كيجي بهذا الشكل وكيجي هشيش بزاف ورطب. غنخليوه يبرد وان شاء الله غنتناولوه غدا في الصباح يوم السبت في وجبه الفطور. اما الان البنات لاول مره زوجي غيحضر معكم واحد الوصفه، ماشي اول مره غادي يدخل المطبخ ولكن اول مره غادي نصور ليه هذا الفيديو، لان صراحه عنده واحد الوصفه خاصه ديال الطويجن ديال البلبل او القمرون بالبيض، فعندها واحد النكهه خاصه وكيديرها بواحد الطريقه زوينه بزاف. غادي نخليه يشاركها معكم وانا غادي نمشي باش نقضي اشياء اخرى في البيت. هنا باش نعطيكم البنات المقادير، فغادي نحتاجوا 3 او 4 ديال الفصوص ديال الثوم، 4 ديال البيضات، واحد الكميه ديال القمرون، واحد الكميه ديال الطماطم سوريز او الطماطم الصغيره، والقزبر والبقدونس والملح والفلفل الاسود.
فهنا البنات كيف ما كتلاحظوا فقطع الثوم هكذا الى قطع صغيره ماشي حكايه يعني، وانما قطعها بالسكين الى مكعبات رقيقه. من بعد غادي يقطع كذلك الطماطم الى نصفين، وهذه واحد الوصفه اللي كتجي رائعه البنات ولذيذه، واللي مهم هو انها مفيده صحيه وسريعه ما كتاخذش الوقت نهائيا. فهذه من الوصفات اللي زوجي دائما كيبغي يحضرها لانها كتجي زوينه بزاف. من بعد غادي يشحر هذه العناصر الاولى في واحد المقلاه، عاد غادي يضيف العناصر الاخرى. مقلات وفوق نار مهيله غنوضعوا واحد الكميه نتاع 3 نتاع المعالق كبار من زيت الزيتون، غنضيف شويه ديال الملح شويه ديال الفلفل الاسود، ومن بعد الثوم والطماطم. غادي نبداو نجيبوا هاد العناصر هكذا في المقلات، عاد غنضيفوا القمرون، وفي اخر مرحله غادي نديروا البيض. من بعد ما كيتشحر مزيان القمرون مع الثوم والثوابل، غادي نضيفوا الان القطع ديال الطماطم. صراحه كتجي طريقه زوينه بزاف البنات ديال قطع الطماطم، يعني كتكون صاينه، فكاين الاشخاص اللي كيحكوها وتديروا اون صوص طوماط، ولكن كيف ما كتلاحظوا زوجي كيبغي هاد الطريقه وصراحه كتجي زوينه بزاف. مهم كاين الاشخاص اللي كيبغيو يديروا اون صوص طوماط اولا كيحكوا ديك الطماطم في الاول، ولكن كيف ما لاحظتوا فاحنا كنفضلوها كتجي الى قطع، كتجي صاينه وكتجي زوينه بزاف، وما يعني ما كطيبش يعني بزاف، كتبقى فيها هذيك الفيتامينات، وفي نفس المذاق نفس الوقت عفوا المذاق كيجي زوين. هنايا غادي نضيفوا واحد الكميه ديال ملعقه كبيره من القزبر والبقدونس، هنا غنسدوا المقلاه وغادي نخليو هاد العناصر تطيب على خاطرها. غير الاشاره، فزوجي كان باغي يضيف ورقه سيدنا موسى ولكن نساها، جبدها مع المقادير ونساها يعني حتى لاخر مرحله عاد ضافها. فاذا كانت عندكم كنصحكم انكم ديروها في الاول مع الثوم وزيت الزيتون والقمرون، لانها تعطي واحد الرائحه واحد النكهه واحد الاضافه زوينه بزاف لهذا الطبق. تيكون البنات هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الطبق، كيجي رائع جدا ولذيذ، وكما كتلاحظوا السريع. يمكن لكم تحضروه سواء لوجبة الغداء او لوجبة العشاء، لانها واحد الوجبة اللي صحية ومتكاملة وغنية وفيها فيتامينات، وتيبقى واحد الطبق هكا اللي شتوي وساخن يعني في هذه الايام ديال البرد. كنتمنى البنات الفيديو نتاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم، ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. لي لايك ديالكم ولي كومونتير دائما تفرحوني وكيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا فكره جديده وموضوع جديد، نقول لكم الى اللقاء.